كنت برجع متأخر دلوقتي، خايفة أمشي في الشارع من كتر ما فيش أمان. معقولة الناس تضرب بيضربوا في الشوارع وانتهرتني تصوير، انتهرتني. أستاذ حضرتك الكلام دوت هيطلع على شبكة يقين. شبكة يقين؟ ده فين يقين دي؟ ما بلاش، ماليش في الشبكات ولا يقين ولا، سيبني أنا والنبي في الحاجات. أنا ماليش في السياسة، أنا بتكلم كمواطنة مصرية بطالب بحقوقي. إذا اعتبرتوني من الشباب، اعتبرتوني من غير الشباب، أنا مواطنة مصرية مش متعصبة، بس بحب بلدي جدا ومسلمة، لكن ما عنديش عنصرية وما عندي، وبحب كل الأديان لأن ديني بيحب كل الأديان. وإذا مش ما كنتش مسلمة مؤمنة ربنا يزعل مني لو أنا مش بحب كل الأديان، لكن أنا عايزة الأمان لمصر، عايزة الأمان لبلدي، عايزة كل إنسان ياخد حقه، عايزة حتى لو الفاسد، برجع أعيدها، لو الفاسد واخد حقه، ما أعتقد إن اللي مش فاسد، الغير فاسد اللي بيتقي الله، اللي عايز يمشي محترم ياخد حقه برضه. هل تعتقد اللي يعني شباب الثورة هم اللي جابوا الفوضى بتاعت الأمنية دي؟ إزاي يعني هم إزاي؟ إذا كنا إحنا بقينا فخورين بالثورة، احنا كمواطنين مصريين كلنا فخورين بالثورة، بس فين الثورة دلوقتي؟ فين الإنجازات؟ فين الإنجازات؟ فين أشوف صورة؟ كنت فرحانة على فكرة. أنا أول يوم الثورة أنا كنت بعمل عمرة، يوم 25 يناير أنا كنت في المدينة المنورة، وبقينا هناك مش عارفين نشوف الأحداث لأن كانت التلفزيونات كلها قدام الحرم في الأوتيلات، ما بتوريناش غير قناة واحدة سعودية، فما كناش بنشوف، كنا بنتصل بالعافية، التليفونات ما كانتش بتجمع، ما بقيناش فاهمين حاجة، وفضلنا قاعدين شهر عقبال ما قدرنا نرجع مصر. بقيت قبل الرجوع على طول بقيت فخورة إن بيقولوا في أحداث ومصر اتغيرت وحصل كذا وكذا، بقينا سعداء وماشيين فرحانين إن 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 إحنا يعني دمنا هو اللي بيتكلم، دمنا اللي استشهد، دمنا اللي استشهد عشان خاطر بلده، ان بيعملوا حاجه عشان مصر، ان حان الوقت ان الناس فاض بيها، وان من حقنا ان مصر بقى تمشي في مسار سليم. لكن فين الانتاج؟ انا مش لاقي انتاج، شايفه ناس عماله كل واحد من حقهم يزوره، ما هو اصل انت كل واحد بيقول لك ايه؟ اهي فرصه، اذا ما كنتش هزور دلوقتي مش هيجي وقت. ما هو الناس غلابه، كل واحد عنده ظروف في يعني لما بيقولوا في الطلبات الفئويه دي ولا بيقولوا عليها المطالب الفئويه دي، نتيجه ان الناس بتقول ايه؟ طب ما انا فرصه ان دلوقتي في ثوره، ما كلنا نطلب حقوقنا، يعني هم حقهم. طب فين طب يعني فين اللي ينفذ ولو خطوه يقوم الناس ترتاح؟ خطوه فخطوه فخطوه، فهي ربنا ما يعني الدنيا ما اتعملتش غير ربنا جل جلاله في 6 ايام، فالامور تيجي بس نشتغل. تيجي ازاي؟ والله انا مش عارف، انا عارفه ان انا نحافظ على، انا كنت مسافره في العيد الصغير الغردقه، ما شفتش سياحه، وبقيت حزينه على مصر، بقيت حزينه على ان ما فيش حد. ترجع بلدنا كويسه، الناس كانت فرحانه، بيقول الله مصر عملت ثوره، الله الناس بتثور على الفساد، وان بقيت ماشيه في الشارع لما رجعت من العمره شايفه جنب بيتي لجان شعبيه وبيحافظوا عليا وبيحافظوا، كنت بعيط من الفرحه، شفت الناس بتمسح وبتنظف ونزلت معاهم. فين ده دلوقتي؟ دي خطوه، فين الخطوه اللي بعد كده؟ فين الخطوات اللي الناس تحس بان في بقى يعني تراك، ماشيين على تراك؟ مفيش. وبعدين امسك كل مجال بقى، يعني اللي متولين الثوره يمسكوا مجال الاعلام والفن مع بعض، مين بقى القائمه اللي اضطهدت وتعبت وليها رصيد عند الناس، حقها انها ترجع وحقها ان يبقى في حوارات، انتوا بقى المتولين ده او شباب. شايف الاعلام المصري ماشي مظبوط؟ في حاجات ماشيه مظبوط، في حاجات ماشيه مش مظبوط. قلت لك انا واحده مش سياسيه، انا بكلمك كمواطنه مصريه، في ناس موضوعيه وفي ناس غير موضوعيه، في ناس انتهزت فرص وفي ناس ما انتهزتش فرص، في ناس ماشيه ساكته ومستنيه العدل اللي يجي من عند ربنا. احنا مستنيين ده، امسكوا يا جماعه مجال وارصدوا الاسماء المضطهده، ورصدوا الاسماء اللي تعبانه، ورصدوا، وما تلوموش قوي على الناس اللي كانت واقفه زمان مع النظام، لان اللي ما كانش واقف مع النظام ما هو كان يروح ورا الشمس. بلاش تفضل نقول فلول ومش فلول، طب كانوا يعملوا ايه؟ يعني يعملوا ايه؟ لو في ناس خلينا نتكلم بقى اعمق من كده، اعمق، ان احنا كلنا مصريين وكل الناس فرحانين بالثوره، كل الناس حتى اللي بتقولوا عليهم فلول فرحانين لان هم كانوا مذلولين.
احنا بقى، انا بتكلم على احنا بقى اللي احنا لكنا مزلولين، لكن كن في، انا كنت من الناس المقلة في شغلي، وانا ليا رصيدي كبير عند الناس مقلة، اني في حالي وبنت ناس، والدي مستشار بشتغل وبمثل من عمري 3 سنين، عملت برنامج ناجح 6 سنين، دلوقتي ما بعملش حاجة لان شايفة كلهم شلاليات شلاليات. انا فين من ده؟ وانا ليا اسمي وليا تاريخ، وزي كتير، وزي اعتقد كتير، يعني مش بس في مجال الفن، ولا في مجال بقى الهندسه وفي مجال الطب وغيره وغيره وغيره. اخدت دكتوراه من بره عشان اثبت وجودي هنا. يقولي طب يا دين احنا كنا بنحبك كفنانه، بنحبك كمذيع. ما هو اعمل ايه؟ مش في، لازم يبقى لك سبورت. مين السبورت في هذه المجالات؟ لازم يكون في ناس تتقي الله، ناس تاخد بالها من الكفاءات، يبقى في اولويات. دي حاجات بصوا فيها بقى، بصوا للانتاج، كفايه كلام وكفايه اعتصامات، نبص للامان نمره واحد. الامان يرجع لبلدنا وللشارع المصري، ارجعوا تاني للجان الشعبيه اللي كانت معموله في الشوارع دي، ارجعوا تاني، يبقى فيك اكمنه في الشوارع تمسك البلطجيه، واحنا مش معروفين فين الاماكن اللي بيطلعوا فيها. صاحبي بيقترح علينا، هاني كان بيقترح اللي احنا نعمل فكره في منطقه مصر الجديده، اللي احنا نعمل لجان دوريات شرطه من الشباب، عربيات عليها ستيكرز اللي هي دوريات شعبيه او شباب شرطه، تمسك اي ناس مخالفين بيعملوا اي حاجه وتسلمهم للشرطه كدور من المساعده للشرطه. دلوقتي الناس خايفه لما بيلاقوا حد بيشد، ما حدش بيشد مثلا شنطه يجروا، وهم خايفين مش عارفين يعملوا ايه. يعني احنا ده اللي محتاجينه، دي نمره واحد. ما هو كل ده، ما فيش انتاج، ما فيش اقتصاد، ما فيش مستثمرين عرب، ما فيش مستثمرين اجانب، ما فيش مستثمرين مصريين. ما كل اللي معاه قرش محافظ خايف عليه، لان اللي عنده اسره واللي عنده بيت واللي خايف ملعايه. نبص للصحه ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل عشان يبقى فيه علاج بالمجان للناس. ما انت لو وفرت يا بابا الاساسيات هتلاقي الناس، حتى لو في فساد الناس مش هتبص للفساد، لان انت شبعتني، اديتني الاولويات، اديتني المسكن، واديتني الدواء، واديتني الاكل، واديتني الوظيفه، يعني اديتني امان في اساسيات. بعد كده حتى لو قدامي ملياردير مش هبص له، مش هحقد عليه، لان انت وفرت لي الاساسيات. فاحنا نوفر الاساسيات ونبص للعشوائيات، ونبص للناس المتشعبطه في الاوتوبيسات والمرضى اللي واقفين على المستشفيات. نمسك كل منطقه ونعمل لها مسح للفقراء، ونطلع من الاغنياء زكاتها وصدقاتها من كل منطقه. دي الحاجات اللي تتعمل. امسك كل حي، يبقى لك مكتب في كل حي زي صندوق المال بتاع زمان ايام الخلفاء الراشدين، وحقق لي بقى، اعمل لي مسح لكل منطقه فيها فقراء، ونعمل باوراق، ونبتدي نعمل دراسات على كل شخصيه وكل اسره، خصوصا اللي مقفول عليهم باب بيت ما يقدروش يشحتوا في الشارع. وفر ده في كل منطقة، ونزل لجان شعبية حافظ على الأمان، هتلاقي الإنتاج بدأ يشتغل، ونبتدي نمسك وزارة وزارة، الناس اللي مضطهدة، إن الناس اللي ما أخدوش حقهم يرجعوا ياخدوا حقهم تدريجي زي ما ربنا خلق الدنيا في 6 أيام. ونقول يا رب، وإحنا في أيام مفترجة وداخلين على عيد، إن ربنا يكرمنا ويحافظ على بلدنا، مسلمين ومسيحيين ويهود، دول كلها أديان سماوية. خلينا نحب بعض، لأن الحب ده اللي مرتبط بالتقوى الله، اللي بيعملني كويس. ما انا ممكن يبقى ليا صديق مسلم بيحرق دمي وهو مسلم من ديني، والاقي مسيحي يقف جنبي. يبقى المساله مش مساله اديان، دي عقيده بين الانسان وربنا. انا اتكلمت كتير بس من قلبي. شبكه يقين بتشكر حضرتك استاذ دين. الله يخليك، ميرسي جدا جدا، متشكره قوي.